إخواني كذلك رحبوا بهم ونتمنوا هذا الحضور المقراطية. تم سجنهم والتنكيل بهم يكون مشاركة معنا هو اليوم. وأنتم اليوم كطلبة كرجال لقد كذلك فتح النقاش معهم. شكرا جزيلا. الصحراوي ضيوف شعبنا الكرام، من اجل ان تذهبوا محملين بالحج الى المنتديات والمؤتمرات الدوليه، يعني كفاح شعبنا، وان تكون ضيافتكم بين ظهران شعبنا. الجامعات الجزائريه والجامعات الاسلاميه يمكنهم ان يفخروا فخر كبير. حاجني عن والله نطرح تساؤل مجد ليش انه وجد متفق هذا واقعيا بالمفروض الشبابيه والطلابيه في العالم عندها مسؤوليه مهمة جدا في الدفاع عن السلم وعن الحق وعن العدالة وعن المشروعية الدولية. وبالتالي نعتقد بأن هذا الكم من اتحاد الطلبة اللي جاء من أمريكا اللاتينية، من إفريقيا، من القارة الأوروبية، عندهم دور مهم جدا في الدفاع عن القضية الصحراوية، في المرافعة عنها دوليا، وهذا من أجل التباحث مع مختلف التنظيمات الطلابية والشبانية الدولية والمحلية من أجل إعداد خارطة طريق مستقبلية مساندة للقضية الصحراوية في كل المحافل الدولية، وكذا توسيع وتكثيف العمل الدولي من أجل الضغط على المجتمع الدولي لمناصرة هذه القضية العادلة. هذا المؤتمر هو عبارة عن عرس ديمقراطي حقيقي يحمل الكثير من الرسائل، خاصة لنظام المخزن المغربي، أبرزها أن الصندوق هو الفيصل في كل المجالات وفي كل التخصصات. نحن اليوم بصدد المشاركة في المؤتمر الطلابي الرابع لاتحاد طلبة ساقية الحمراء ووادي الذهب، الذي هو عبارة عن مؤتمر طلابي لدعم القضية الصحراوية التي نراها نحن كجزائريين وكطلبة وفي الاتحاد العام طلاب الحر أنها قضية عادلة. نحن هنا لنجدد دعمنا مع الشعب الصحراوي وقضيته العادلة، وكذلك لندعم الطلبة الصحراويين في مؤتمرهم الرابع الذي نرى أنه يشكل فارقا كبيرا ونجاحا أكبر لقضيتهم. فنحن في جنوب أفريقيا لسنا أحرارا ما دام الشعب الصحراوي ليس حرا.